هم من يومين عمالهم بينزلوا على البيوت وعلى المنطقة، والأهالي متنبئين لهذا الموضوع، لكن بيستغلوا فترة غياب سكان المنطقة يعني في أشغالهم سواء في الداخل المحتل أو داخل مدينة نابلس، وبيهجموا بنقل النسوان الأطفال اللي ما بيقدروا يدافعوا عن أنفسهم، بفشوا حالهم في شجر الزيتون اللي ما بيقدر يعني يقاوم، ما بيقدر يعمل شيء. محمود عبد الرحيم أسعد فت من قرية مادمة، هذول عمرهم 30 سنة يعني. عمر الشجرات 30 سنة، أنا مقدر السنة يعني أروح منه 30 شوال زيتون، فالله بعوض 40 زيتون تقريبا، هيو مدوهم 40 زيتون تقريبا 40 أو 45. الأرض بعبدها عبادي ولا حبت وسك، طلع الحبايد طلع، يعني أنا ما بخليش أي إشي في الزيتون، كله أنا شغال فيه طول مدار السنة، ما بخليش إشي يعني لا وسخ ولا شوت ولا إشي، من مشان الحرائق مشان النار، هاي مستلمونا في التكسير. لا ما بطلع، ليش أطلع؟ أنا ما بطلع، أنا حتى لو بظلوا يكسروا فيها رايح أظل أحرثها وظل داير بالي عليها، ما بطلع منها. أنا أقول لك إني قادر أوقف عجري، والله ولي قادر. أنا لما شفت يعني مهبط واحد بستنى قاعد أخرى شهر زمان منيجي نفرطهن، اجي عليهن لكيه الرماد مكسرات، نستنى فيه نستنى في السنة مرة نستفيد من هنا.